انت بتعمل ايه؟ ها؟ بتعمل ايه؟ يعني عايز تشتغل عندي مذيع في القناة ليه؟ ولو انت شايف ان الصراحة من اهم مميزاتك وعايز تبهرني بصراحتك وتقول انك عايز تشتغل مذيع في القناة علشان تبقى مشهور ومعاك فلوس، فانا ما بسألش عن كده. انا بسأل عن هدفك اللي عايز تحققه من خلال عملك كمذيع، غرض الشغلانة يعني. يعني لما تبقى مذيع هتبقى بتعمل ايه؟ انا بقول للناس الحقيقة. بتقول للناس الحقيقة؟ ليه؟ تفتكر بالشكل ده هتبقى ناجح؟ مش الفكرة، انا قصدي يعني. امال ايه الفكرة يا ابني؟ ايه الفكرة؟ ما هو لو انت مش ناجح محدش هيتفرج عليك، ولو محدش اتفرج عليك هتبقى ولا حاجة، صفر، عدم، زي ما انت دلوقتي كده. ما تزعلش بقى وتعيط وتدبدب في الارض. انا كل اللي انا عملته دلوقتي ان انا قلت لك الحقيقة، والحقيقة برضو انك حافظ كلمتين وجاي تسمعهم لي لانك مش فاهم اي حاجة، لان انت واللي زيك لازم تصعبوا الحياة عليا انا واللي زيي وتخلونا نعمل كل حاجة بنفسنا. عندك فكرة ده صعب قد ايه؟ ده صعب ومزعج وكريه. علشان كده انا قررت ان انا ما شغلش اي حد معايا غير لو كان على الاقل بيفهم في البديهيات. الناس يا ابني مش عايزه تعرف الحقيقه. الحقيقه حاجه واحده ثابته والناس كتير. الناس لو كانت عايزه تعرف الحقيقه كان كل الناس اللي في الدنيا مثلا امنوا بدين واحد، كان كل الناس استثمروا فلوسهم في نشاط او اتنين بالكتير، ما كانش هيبقى فيه ظلم ولا محاكم ولا سجون. الناس لو كانت عايزه تعرف الحقيقه كان كل الناس اللي انت شايفهم دول زمانهم دلوقتي راحوا يخلصوا اجراءات الدفن بتاعت قرايبهم اللي مددين على السراير جوه، لان في الحقيقه كلهم هيموتوا، والا ما كانتش المستشفى كلمتهم عشان يجوا النهارده بالذات. الناس لو كانت عايزه تعرف الحقيقه ما كانش حد عاش، لان كلنا هنموت. مش دي حقيقه برضو؟ طيب تخيل انت بقى صحيت على الصبح كده ورحت تقدم البرنامج بتاعك وقلت للناس صباح الخير يا جماعه انتوا كلكم هتموتوا. تفتكر كده هيبقى اجرك 4 5 مليون جنيه في السنه مثلا؟ لا طبعا. مع انها حقيقه. طب تخيل انك قلت لهم انتوا عايشين في مزبله، هيبقى عندك فيلا في الساحل الشمالي وهتروح برضه تصيف في اسبانيا؟ او قلت لهم انتوا مملين وتافهين وسطحيين لدرجه انكم ما عندكوش اي حاجه تعملوها في حياتكم غير انكم تتفرجوا عليا، كده هيبقى ليك علاقه بصنع قرار وسفره ووزراء واساتذه؟ هم عارفين الحقيقه كويس، بس مش شرط يكونوا عايزين يسمعوها. علشان كده انا وانت موجودين وانا مستعد اتعلم. انت مهمتك انك تقول للناس اللي هم عايزين يعرفوا، اللي هم اصلا عندهم استعداد انهم يصدقوا. شغلتك انك تطمنهم، تقول لهم انتوا معاكوا حق. شغلتك انك تقول لهم ان اللي هم مصدقينه ده صح ومظبوط وسليم بدليل كذا وكذا وكذا. شغلتك انك تساعدهم انهم يفضلوا عايشين في الوهم. الناس عايزه اللي يخدعهم بمزاجهم زي الساحر كده. تفتكر الناس هتخش تدفع تذكره او تتفرج على ساحر لو قال لهم الحقيقه؟ لو كشف لهم اسراره يعني؟ طبعا لا. الناس بتخش تتفرج مره واثنين وثلاثه وعشره، وفي كل مره بيبقوا مستنيين انهم يشوفوا معجزه، لان هو ده اللي هم عايزينه. وكل ما كانت الخدعه قويه ومحبوكه كل ما تتصدق اكتر، كل ما صدقت كل ما نجحت. كل ما نجحت كل ما بقيت موجود واستمريت وصدقت. السحر خدعة، تضليل. السحر دايما بيبقى عايزك تركز مع ايده الشمال عشان يطلع هو حاجة باليمين. اي سحر ينفط جيبه او يهرش في دماغه ما تصدقوش. تاريخ السحر بيقول
إن كل السحرة اللي في التاريخ اعتمدوا تقريبا على نفس المبدأ. التركية دايما بتبقى مختلفة، بس لو ركزت كويس هتلاقيها ملعوبة بنفس الأسلوب. وده تقريبا اللي انا عملته مع حضراتكم دلوقتي. كلكم ركزتوا في صور السحرة القدام وازاي بيعملوا تركاتهم، مع ان ده مش كتاب اصلا، دي مجرد تركية. الفقرة اللي جاية بقى محتاجة منكم كل ذرة تركيز، لانها مش تركية، ده سحر بجد. فقرة الموت. سين بي. ايوه. باب حياتها. شد حيلك. زي ما قلت لحضراتكم، هحتاجكم تركزوا جدا 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 في اللي هيحصل دلوقتي. وهحتاج كمان أربعة من حضراتكم يساعدوني في الفقرة دي. أي أربعة؟ يتفضلوا على المسرح. ممكن تختارون بنفسكم. اتفضل. اتفضلي. اتفضل. انا عايزكم الاول تتاكدوا ان مفيش باب سحري مثلا، مفيش اي حاجه. عايزكم كمان تتاكدوا ان السكاكين دي حقيقيه، بس تاخدوا بالكم عشان ما تعوروش. تمام. وزياده في التاكيد، حقيقيه. أنا هحتاج بقى الرجالة الجامدين اللي معانا يربطوني كويس ويتأكدوا إني مش ممكن أفك. اربط كويس. تمام. أشكركم. قلت لك مخاوي. خسارة كبيرة للإعلام وصناعة الميديا في مصر، ومش هكون ببالغ لو قلت إنها خسارة كبيرة للإنسانية. عادل المهدي ما كانش إنسان عادي، وما كانش مجرد رجل أعمال عنده رؤية اقتصادية. عادل المهدي كان مبادئ وأخلاق، وكان أب وأخ أكبر حقيقي لكل زملائه، قدوة لأي حد عرفه واتعامل معاه. وأنا من موقعي ده ومن فرحي ده ببلغ كل تعازية وتعاطفي ومواساتي لابنه الوحيد سليم المهدي. ربنا معاك يا سليم، وأنا متأكدة أنك هتكون قد المسؤولية إن شاء الله. الوالد ساب فراغ كبير علينا كلنا، ساب مكانة كبيرة في قلوبنا، وفي نفس الوقت ساب تركة ضخمة من المشاكل والمسؤوليات.
وانا عارفه يا سليم انك قد المسؤوليات دي. عادل المهدي كان رائد وقائد، اثر فينا كلنا. انا عارف اننا لسه بدري وان ابويا ما بقالوش ساعات مدفون، بس في موضوع كده لازم ابقى عارف ابعاده ومامن نفسي من ناحيته. وانا المحامي بتاعك وبقول لك مفيش حاجه اسمها لسه بدري. انت بتدير مؤسسه ومسؤول عن ارزاق ناس كتير، ولو في مشكله لازم تتعامل معاها من قبل حتى ما تبتدي لو تقدر. ادهم ماله؟ الورث يا طلعت، انا عارف ان امه مضت انها خدت حقها، بس انا عايز اعرف تفاصيل، عايز افهم. انت بنيت كل حاجه مع عادل بيه الله يرحمه، المجموعه بشركاتها بالقناه، ده تعبك ومجهودك يا سليم وحقك، ومحدش له عندك مليم. انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن موقفنا قانوني، له ورث ولا ملوش، ولا لا، وبالمستندات. بالمستندات هو ملوش حاجه عندك. ليه؟ لانه بالمستندات وبحكم المحكمه هو مش اخوك. ازاي بقى؟ تفاصيل الموضوع ده كانت عند ابويا الله يرحمه لما كان المحامي بتاع عادل بيه، وهو حكى لي على كل التفاصيل دي. اللي هي ايه؟ لما حصلت خلافات ما بين عادل بيه الله يرحمه وبين رباب ام ادهم، والدك رفع دعوى انكار نسب، طبعا بعد ما خد الورقه العرف منها، فما كانش معاها ما يثبت انها متجوزاه. ده بالاضافه ان هي اللي راحت سجلت الولد لما خلفت في مكتب الصحه ونسبته لابوك. ايامها طبعا ما كانش في حاجه اسمها دي ان ايه ولا الكلام ده. وهي كمان ما راحتش الجلسه. ليه؟ الاستدعاء ما وصلهاش. يعني انت عايز تفهمني ان هي لحد دلوقتي ما تعرفش ان في حكم بانكار النسب؟ سليم، ادهم وامه ما لهمش حاجه عندك خالص. ضميرك لازم يبقى مستريح من الناحيه دي تماما. وبعدين ديانا خدت من ابوك، لما سابها كان اللي عندها زي اللي عندكم ويمكن اكتر كمان. انت بقى بوفيتك مع عادل بيه الله يرحمه بنيت وكبرت، وهي باستهتارها وانحرافها هدت وضيعت. مستريح يا سليم، لو حابب تقدم بلاغه او شكوى او اي حاجه تثبت الكلام ده احنا جاهزين. خد بالك الواد ده مجرم وسوابق وممكن نوصى عليه. لا 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 لا، ولا نوصى ولا نعمل، مش عايزين فضايح. اصلا الموضوع مش مستاهل، انا بس كنت عايز اطمن. اطمنت. عادل المهدي كان رائد، غير صناعه الاعلام كله، كان عنده رؤيه. الحقيقه يا جماعه، عادل المهدي ما كانش مجرد اعلامي ناجح، غير في الاعلام المصري كله. صفوت، مش عايزين نضيع وقت. ايه؟ هو ما كلمه؟ يلا شوف اخرتها ايه معاك. متقلقش، بتدور على حد ولا ايه؟ اتفضل يا برنس، كنا عايزين نتكلم معاك كلمتين. خير؟ احنا واقعين في مشكله وحلها في ايدك انت. خير؟ عاوزين حد كده يكون له كرامات وله علاقه يعني كده بالارواح والعفاريت والاسياد. مخاوي يعني؟ لا حضرتك فاهم غلط، انا مش ساحر من النوع اللي انت فاكره.
انا ماليش ولا في العفاريت ولا في الاسياد، انا راجل بعمل تركات بس يعني، خفه يد مش اكتر. حتى لو مش مخاوي ومالكش كرامات ولا تفهم في العفاريت والاسياد، كل ده ما ياكلش معايا. اللي ياكل معايا حاجه واحده بس، النمره اللي حضرتك بتعملها على المرسح. الشغلانه اللي انا جاي لك فيها شبهها بالظبط. اللي هي ايه؟ عاوزين ننقل حاجه مطرح حاجه بس بخفه يد وبالتكتيك الحلو بتاعك. معلش والله انا اسف، كان نفسي اخدمك مش هقدر. صفوت، انت ما قلتلوش ان انا ساحر ولا ايه؟ ساحر؟ وبعمل معجزات كمان، باشاره من ايدي ناس تختفي وناس تطلع من تحت الارض، وبتليفون صغير اودي اي حد في 60 داهيه. انا ممكن اعمل لك حركه سحريه حلوه قوي يا راجل. انا وقعت وغرقان وانت الاشياء اللي اتعلق بيها، ومش هسيبك الا لو انا وانت وصلنا لبر الامان مع بعض. وبعدين ما تقابلهمش عليا حلو؟ ما انا دورت في السي في بتاع حضرتك، عرفت ان انت ليك سابقه في الحكايه دي قبل كده. فكر كويس قوي ورد عليا بعد يومين، وخلي بالك انت معايا هتكسب، هتكسب قوي قوي، وخصوصا من السحر الحلو اللي انا بعمله. خلصت؟ طب بص بقى يا ساحر، انا لو كان عندي استعداد 1% اني اشتغل مع واحد زيك، فبعد البقين الحمضانين اللي انت قلتهم دول هسلك تنسى خالص، لان واضح ان انت اللي ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. فلوسك في جيبك حلو. قول له حاجه يا صفوت، سليم بيه. كفايه عزبة، انا بيتهيالي ان انا سلمت على مصر كلها النهارده. اي حد من الموظفين عايز يعزي يشكرهولي وقولي له انك هتبلغيني. حاضر، بس يا فندم. ايه؟ مدام سلمى النمر بره وعايزه تعزي حضرتك. سلمى؟ طبعا دخليها. تعالي اتفضلي يا سلمى. ازيك؟ بقى في حياتك؟ حياتك الباقية. انا مش جايه اعزيك على قد ما انا جايه عشان انت تعزيني. فيك الخير، اتفضلي. معلش، امر ربنا. بترجاك يا سليم، لو احتجت اي حد يفتكر اني جنبك. من علاقتي بباباك الله يرحمه ما كانتش علاقه شغل، ده كان ابويا واستاذي. فيك الخير يا سلمى، وانا عارف اني لو احتجت لك في اي حاجه مش هتتاخر يعني. وهتحتاج حاجات، اوعى تفتكر ان الشغل والمسؤوليات هينسوك. هتيجي في وقت هتحس فيه بوحده، ساعتها لازم تبقى عارف انك مش لوحدك، وعمرك ما هتبقى لوحدك طول ما انا موجوده. في ناس اللي بينهم بيبقى اقوى مثيله الدم والقرابه زينا. وتاكد يا سليم ان انا هحارب معاك عشان العادل الله يرحمه وبناه يفضل موجود ويعلم ينجح اكتر. القناه دي عادل حط فيها كل عقله وجدانه وعمره كله، وهي بالنسبة لي مش مجرد مكان بشتغل فيه، لا، دي أهم عندي من بيتي. سليم بيه، تليفون. خلاص بقى، ما قلنا اللي عايز يعزي يشكريه وخلاص. دي نسرين صلاح الدين، هي بتقول انها عايزه حضرتك في حاجه مهمه. طيب هاتي. ايوه يا نسرين. البقاء لله ونعم بالله، متشكر. انت زعلان؟ نعم. انت شايفه ايه؟ انا مش شايفاك، يعني مش شايفه حاجه، عشان كده عايزه اشوفك. نسرين، انا في لابيرلا دلوقتي. الموضوع مهم، الشغل ومشاكل واتفاقات بابي لسه عاملها مع ناس شغالين معاك، وقدامك نص ساعة بس يا اما همشي. وانت شايف انه عادي يعني في الظروف اللي انا فيها دي اسيب كل حاجة وانزل قبلك؟ ما قلنا انا مش شايفة حاجة. فالدقيقة على فكرة.
ازيك يا نسرين؟ الحمد لله. شد حيلك. شكرا. انت زعلان بجد؟ انت عايزاني في ايه؟ وحشتني. انا مش عارفة يعني ازاي انت اللي يحصل لك كده وابويا انا يفضل عايش. بخاف منك على فكرة لما تتكلمي على ابوكي بالشكل ده. على فكرة انا لما بصدقكش لما بدافع عنه. انا ما بدافعش عنه، انا عايزك انت بس اللي تفكري بطريقة سوية. ساعتها مش هبقى انا، هبقى حد تاني. طيب كنت عايزاني في ايه؟ امبارح بابي مضى مع حد شغال معاك، سلمى النمر، ومضى معاها بمبلغ اكتر من اللي بتاخده منك ب2 مليون. بس انا اعتقد ان هي بتضغط عليك بس عشان ما تيجي تمضي معاها تقولك انا مضيت بكذا. ايوه، وطبعا هضطر ارفع لها اجرها حتى لو بقل من اللي ابوك هيديهولها، وهتبقى في الاخر كمان مضحيه عشان قنابتها التانيه. سلمى عمرها ما تيجي تشتغل عندنا، اولا عشان احنا مش رقم واحد، ثانيا هي متخانقه مع نص الاستاف اللي عندنا وعندها تاريخ اسود مع النص التاني. فايه يعني؟ انت شايف انها طنش؟ انت ما تعرفيش سلمى النمر، طالما عملت الحركه دي يبقى اكيد مستنيه تطلع من وراها بحاجه. هترفع اجرها. انا عندي حل ممكن يخلصك من المشكله دي. انت عارف ان اهم برنامج عندنا بتاع ابراهيم سلامه وناجي عبد الله، امبارح اتخانقوا مع بابا خناقه كبيره جدا، وكانوا بيزعقوا ويهددوا عشان يزودوا عقده، وبابا كان بيترجاهم عشان يمضوا بنفس العقد. انا بقول يعني لو حاولت تكلمهم او حتى تبعت ابوك هيعمل اي حاجه في الدنيا عشان ابعد عنه، بما فيهم انه يلغي عقد سلمى النمر. بس لو انت بتقولي برضو ان سلمى عملت كده كوسيله ابتزاز، ما هي برضو هتطلع لي العقد عشان تضغط عليا. الا لو ما كانتش لسه خدته. ايه ده؟ نسختها. يا بنت اللذينة، مبسوطة اني خليتك تضحك. انا بجد مش عارف اشكرك ازاي. انا عارف، هحاسبك ما تخافيش. حسابك تقل، انا مش هفضل انقل لك اخبار ابويا كده ببلاش. ليه يا هتفضحينا؟ هو ده بالظبط اللي انا عايزاه. سلام. باي. يا مروه، هاتي لي رقم ناجي عبد الله وابراهيم سلامه اللي بيقدموا برنامج الكوره. هم دول بسرعه. اطلع المكتب. ايوه طلعت. في حاجه عايزك تراجعها قبل ما تجيلي. خير؟ العقد بتاع سلمى النمر المفروض هيتجدد اول اسبوع. مظبوط، والعقد الجديد جاهز ومستني امضتك. كويس قوي. عايزك تقلل اجرها في العقد الجديد 1 مليون جنيه. خليهم 1.5 مليون. اوكي، اللي تشوفه. يلا سلام. الو. البقاء لله يا سليم. الحقيقة أنا كنت عايز أحضر العزاء بس أنت عارف الظروف بقى. البقاء لله، متشكر أوي. ولا يهمك يعني، كفاية أنا معاليك بكلمني بنفسك. أنت المهم مش عايز أي حاجة؟ مش محتاج يعني أي مساعدة من أي نوع؟ سليم أنا مش عايزك تبقى فاكر إن بعزم عزوبة بركبية، لا أبدا. أنا جنبك يا ابني ومعاك في أي حاجة. وأخلصك من أي مشكلة تتعرض لها. والله يا باشا مش عارف أقول لك إيه يعني، متشكر جدا جدا. بص يا سليم، أنا عارف إن الظروف ممكن ما تكونش مناسبة، بس في الحقيقة أنا مسافر قريب ومشغول باستمرار، وعشان كده أنا عايزك تفوت عليا علشان نخلص الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه. الموضوع اللي كنا اتكلمنا فيه؟ أيوه. الله يرحمه باباك بقى كان هو العقبة الوحيدة. بس سعادتك عارف إن أنا ليا شركة تانيين، وكلكم محتاجين شريك قوي يحميكم. الحقيقة البيزنس في البلد دي مش سهل، وانت عارف ده كويس. عارف. عارف. هتقدر تجي لي امتى؟ والله يا باشا انا محتاج بس كذا يوم عشان بظبط حاجات ليها علاقة بظروف الوفاة وكده، وبعديها اكلم معاليك ونحدد ميعاد، ولو كنت سافرت مش مشكلة هجي لك في المكان اللي معاليك فيه. تيجي لي فين يا سليم؟ انت فاكرها سهلة؟ اسمعني كويس، انا هستنى منك تليفونك علشان نظبط ميعاد. مع السلامة سليم. Thank you.
مش هيتصل. بس انا هجيبهولك لغايه عندك وهخليه كمان يترجاك عشان تشاركه. ازاي بقى؟ المهم ان احنا على اتفاقنا، سيادتك ليك 20% وانا اخد اي زياده تزيد عن كده. احنا كل اللي يهمنا هي مصلحه البلد وبس. وانا كل اللي يهمني مصلحتي وبس. عندك استعداد تروح لغاية فين عشان تحقق أحلامك؟ تعمل إيه عشان توصل للي أنت عايزه؟ أنا عارف إن في حدود لازم تقف عندها، حدود لو عديتها الحلم نفسه مش هيبقى له معنى. بس افرض إن مفيش قدامك حل غير إنك تكسر الحدود دي، تعمل حاجة أنت شايفها غلط عشان توصل لحلمك. افرض بعد التعب والكفاح والتضحية وبعد ما قربت قوي لقيت ان مفيش قدامك غير اختيار من اتنين، يا حلمك يا مبادئك، تعمل ايه؟ ما هو لو اللي انا عايزه ده ما يتحققش الا عن طريق الغلط فهي اكيد حاجه مش مظبوطه، والمفروض اصلا ما اعملهاش، ولا ايه؟ انا هقول لك حاجه مش عشان اكون برضي ضميري وخلاص او ببرر موقفي. الحياه مش ابيض واسود، مش عمليه حساب وخلاص. يعني ساعات بيبقى لازم تعمل اللي عمرك ما كنت في يوم تتخيل انك تعمله عشان تحقق حلمك، والا هتبقى جريمتك الحقيقيه انك ضيعته علشان جبان. سلام يا مدحت. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. سليم، في مشكلة محتاجة تدخل سريع منك. خير. الراجل اللي اسمه مستر هيورت بتاع الاي سي بي كلمني امبارح يمكن أكتر من 10 مرات. علشان نفس الموضوع؟ بالظبط. طيب وما كلمنيش أنا ليه؟ يعني هو متخيل إن أنا ممكن أقصر عليك. وزي ما سيادتك عارف الاي سي بي من اهم الشبكات الاعلاميه اللي موجوده في المنطقه والعالم كله، ولو وافقنا على العرض بتاعه هنبقى نقطه في بحر هنضيع، هنبقى مجرد توكيل زي مطعم الفاست فود كده. تسمح لي اقصر عليك؟ انا وعدت الراجل ولازم تديني فرصتي، خصوصا يعني هو لمح لي انه هيديني كوميشن. اتفضل. عادل، قول لي سليم بيه الكلام اللي يقلق اللي انت قلته لي. احنا كان عندنا اجتماع مع الناس بتاع اوميديا واحمد سامي الوكيل الاعلاني بتاع برونو ستار. الاجتماعين اتلغوا، وشريف حسن اللي كان معانا في الاوكوزيشن قال لي انهم بيفكروا يروحوا لقناه العهد. بين يوم وليله كده؟ لا لا لا، جلال صلاح الدين بيخطط بقاله فتره، وطبعا الظروف الاخيره اللي حصلت دي خليته يستغلها. انا مش هستغرب لو لقيته بيتفاوض مع مذيعين والاستاف كله. ما هو ده اللي بيحصل تقريبا. احنا لو قعدنا مع مستر هيورت والناس بتوع الاي سي بي والكلام ده اتعرف واتسرب للصحافه وتقال ان احنا احتمال نشاركهم، ده كفيل بانه يوقف كل اللي بيحصل ده. سوري يا سليم، الناس بتتصرف زي ما يكون سفينه وبتغرق والكل بيجهز نفسه عشان ينط في اول مركب. الكلام ده لو استمر كتير ممكن قريب نستغنى عن موظفين وننكمش. ايه ده علي؟ يا نهار ابيض، ايه اللي جابك هنا؟ وحشني. عامل ايه؟ كل حاجه بشوفك صدفه. تمام. هات الكرسي، هات الكرسي. يا معلم شادي عشره عمر رحاب منتنا معانا في القناه. اهلا بيك يا رحاب. ايه الاخبار؟ بتعمل ايه؟ بعمل ايه؟ مخرج الهواء يا ابني. والله مبروك. أيه. انت هتمرن معانا؟ يا مسهل الحال. رحاب خدي بالك لو سمحتي، فاصل قوي. الواد رامي قال لي انك خلاص بتجهز الفيزا. انا لما لقيت فرصه احسن بقى تبقى مع بعض. فرصه؟ يخرب بيتك. خش من الفاصل. انت لسه لغايه دلوقتي بتحبها؟ ماشي. ولسه لغايه دلوقتي بتحبها وما قلتلهاش؟
مظبوطك انا بقى سيب لي نفسك انت ده انت يا اخي كتانيل انا عايز الخلاص يا عادل يا شهندا بس علي شهندا سيب نفسك بقى شهندا اهلا ازيك يا شهندا ازيك يا شادي عامل ايه تمام شادي اتمرن معانا على فكره بجد ايه ده يعني هنبقى مع بعض زي الكليه والله لسه قايله نفس الكلام طب عايزين نلم بقيه الشله بقى اكيد ونعمل اسره بقى مع بعضينا وكده طبعا اذنك مبسوطه اني شفتك يا شادي وانا كمان يا عادل كمان يا شهندا اقعد ما تبقاش خلصان كده اقعد اهلا اهلا يا جلال بيه ازيك اهلا سلمى هانم في مشكله بس في العقد بتاعك يعني ايه اللي حصل بالظبط واضح ان سليم عرف الموضوع يا مدام سلمى من شويه واحد من المكتب بتاعه اتصل هنا اتكلم مع ابراهيم سلامه وناجي عبد الله وخدنا وعيد وطبعا عارف ان دول اهم اثنين مذيعين عندي فتلاقيه بقى بيحاول يضغط عليا عشان ارجع في كلامي معاكي طب هنعمل ايه دلوقتي انا مش هعرف اديك العقد خصوصا بقى ان النسخه دي اتسربت واكيد زمانها بين ايديه ولذلك بقى انا مستنيكي بكره عشان نمضي عقد جديد او برقم اعلى من اللي فات خلينا نقول ازيد من اللي بيدفعه لك مثلا ب 3 مليون لا 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 انا كده ممكن اطمع يا جلال بيه وتلاقيني برضو جايه لك وقاعده واشتغل عندك في القناه يا ريت بس انا عارف للاسف ان حضرتك لا يمكن هتعملي كده ما انت عارف انا اللي بنيت القناه هنا ولو بنحاول نكون فير الاي ام سي كان لازم تكون القناه بتاعتي ومعاكي الفلوس والنفوذ اللي خلوكي تشتري 10 قنوات مش واحده فاضل بس سؤال فضولي يعني قولي لي يا مدام سلمى وانت بتستخدمي معاه الطريقه دي ليه انت لو طلبت اني ازودك هيرفض يعني ما انت عارف ان المساله بالنسبه لي مش مساله فلوس انا اجري لازم يكون اعلى اجر في مصر حقي والاعلانات تشهد بده وبعدين في سياسه جديده كده في القناه مش عجباني ومش هوقع عقدي الجديد الا لما شروطي كلها تتنفذ يعني مخليني اقول لك انه مفيش حد في الدنيا دي له مصلحه انه يزعلك بشكرك يا جلال بي انا كل اللي عايزه بس ان انا اطمن واطمنت بس مش معنى انك تطمن اننا ما ناخدش حذرنا انا سبق وقلت لك ان الواد ده سوابق يعني ممكن يزيك ازيك يا اخويا